مدردستا جايب لكم اليوم اخبار حلو كتير، اكيد بتعرفوني ما بشكل الا الاخبار الصافيه والصح. حسب تقرير صحيفه ماركا عن فينيسيوس جونيور، الاطباء في مدريد مندهشون من سرعه تعافي فينيسيوس جونيور. اللاعب كان يريد ان يعود قبل نهايه العام، ولكن الاطباء نصحوا فينيسيوس انه يهدي على وضعه شوي، ومن المتوقع ان شاء الله راح يكون جاهز على كاس السوبر امام اتلتيكو مدريد. تشواميني اتدرب مع المجموعه بشكل طبيعي، ومن المتوقع انه يكون موجود في القائمه اللي راح تطلع بعد شوي لمواجهه فياريال. كافينجا اليوم كان موجود في التدريبات ولكن بشكل منفرد على العشب. ايضا عودة اللاعب قربت كتير. نفس الموضوع ينطبق على أردا جولر. توقع لعودة أردا جولر حسب الاخبار بداية العام. تقارير صحفية المانية بتقلك انه دورتموند مهتمين بالتعاقد مع غارسيا، ولكن الموضوع صعب جدا. ماريو كورتيغان ريال مدريد قام بتأجيل موعد افتتاح البرنابيو، وحسب الاخبار الافتتاح ممكن يكون في بداية الموسم القادم او نهاية هذا الموسم. معقول يكون في شيء طبخة بتخا بيريز على الافتتاح. ماركا بتأكد الاخبار اللي حكاها فابريزيو رومانو، ريال مدريد غير مهتم في التعاقد مع ايكاردي، وريال مدريد لن يدخل سوق الانتقالات الشتوي. نسيت خبركم عن كارفخال، احتمال كتير كبير يكون جاهز امام الافيس. حسب كوبي وحسب الموندو، من المتوقع في حال صدر الحكم لصالح السوبر ليج، يعني ممكن ريال مدريد وبرشلونه كل واحد يضب 1 مليار وقول يا فكيك. الاخبار بتقول يوم الخميس راح يصدر الحكم، فخلينا نشوف. اما التقارير الصحفيه اللي بتجي من صحيفه ماركا عن تجديد كارلو انشيلوتي، حسب الاخبار كارلو انشيلوتي قريب جدا من التجديد مع ريال مدريد. اندريك موجود في مدريد وكان موجود في الفالدي بيباس، موجود في تدريبات ريال مدريد وكان عم يشاهد التدريبات. كانت اخبارنا اليوم، جمعت لكم كل الاخبار تقريبا. اذا وصلت لهون لاخر الفيديو دعمك يا غالي كتير بيهمني. اذا عجبك المحتوى لايك متابعه وكومنت حلو مثلك. هلا مدريد.